خلينا نفتح كتبنا المقدسة على سفر التكوين الأصحاح 26، ونحن ما زلنا في سفر التكوين، صارنا 3 أسابيع رب دي يكلمنا من هذا السفر. وأقرأ من العدد 12: وزرع إسحاق في تلك الأرض فأصاب في تلك السنة 100 ضعف، وباركه الرب، فتعاظم الرجل وكان يتزايد في التعاظم حتى صار عظيما جدا. فكان له مواشم من الغنم ومواشم من البقر وعبيد كثيرون، فحسده الفلسطينيون. وجميع الآبار التي حفرها عبيد أبيه في أيام إبراهيم أبيه طمها الفلسطينيون وملأوها ترابا. وقال أبي مالك لإسحاق: اذهب من عندنا لأنك صرت أقوى منا جدا. فمضى إسحاق من هناك ونزل في وادي جرار وأقام هناك. فعاد إسحاق ونبش آبار الماء التي حفروها في أيام إبراهيم أبيه وطمها الفلسطينيون بعد موت أبيه، ودعاها بأسماء كالأسماء التي دعاها بها أبوه. وحفر عبيد إسحاق في الوادي فوجد هناك بئر ماء حي، فخاصم رعاة جرار رعاة إسحاق قائلين: لنا الماء. فدعا اسم البئر إسق لأنهم نزعوا. ثم حفروا بئرا أخرى وتخاصموا عليها أيضا، فدعا اسمها سطنة ومعناها مقاومة. ثم نقل من هناك وحفر بئرا أخرى ولم يتخاصموا عليها، فدعا اسمها رحبوت أو رحب أو اتساع. وقال: إنه الآن قد أرحب لنا الرب وأثمرنا في الأرض. ثم صعد من هناك إلى بئر سبع، فظهر له الرب في تلك الليلة وقال: أنا إله إبراهيم أبيك، لا تخف لأني معك، وأباركك وأكثر نسلك من أجل إبراهيم عبدي. فبنى هناك مذبحا ودعا باسم الرب، ونصب هناك خيمته، وحفر هناك عبيد إسحاق بئرا. خلينا نعيد عدد 25 مع بعض: فبنى هناك مذبحا ودعا باسم الرب، ونصب هناك خيمته، وحفر هناك عبيد إسحاق بئرا. مبارك اسم الرب، وبارك كلمته لنا في هذا المساء. تفضلوا. الأسابيع الماضية تكلمنا عن سر البركة في حياة إسحاق. قبل أسبوعين تكلمنا عن سر البركة في حياة إسحاق، وقلنا أنه سر البركة يكمن أنه إسحاق كان عنده علاقة حميمة مع الرب، بمعنى أنه إسحاق كان عنده إيمان بالرب. قول: كان عنده إيمان بالرب. وثانيا كان عنده طاعة للرب. وثالثا كان عنده ثقة بالرب. فلما نقول إسحاق كان عنده علاقة حميمة مع الرب، معناها كان عنده إيمان، كان عنده طاعة، كان عنده ثقة بالرب. اليوم أريد أتكلم مو عن سر البركة، لكن كيف أحافظ على البركة. تكلمنا عن سر البركة والمكان موجود، خلي يسمع الوعظة حتى نكمل. اليوم دنيد نكمل شون أحافظ، أنا حصلت على البركة، شون أحافظ على البركة في حياتي. أمين. لهذا اليوم أنا أريدك ترفع إيدك، ارفع إيدك، غمض عيونك، ارفع إيدك، قل: يا رب أنا أرفع إيماني في هذا الوقت، البركة لي. قل: البركة لي، البركة لنا، البركة لأولادنا، البركة لبيوتنا، البركة لكنيستنا، البركة لبلدنا، البركة لكل ما تمتد إليه أيدينا باسم يسوع. نؤمن يا رب أنه أنت من تبارك، أنت من تعطي فيض من البركات على حياتنا. أصلي أنه كنيستك في هذا الزمن تحيا في الطاعة، تحيا في الإيمان، تحيا
أحيا في اقتراب والتصاق من شخصك في اسم الرب يسوع. يا رب مهما واجهنا من ظروف وتحديات وصعوبات رح نحيا في البركة في اسم يسوع. من يقول أمين؟ أمين. مهما واجهنا من ظروف وتحديات وصعوبات رح نحيا، رح نعيش في البركة. من يقول أمين؟ سؤال أريد أسأله، عنوان تأملنا اليوم، شون أحافظ على البركة؟ شون أتمتع بكل البركات السماوية على حياتي؟ شون أعيش شخص مبارك؟ شون أعكس حضور الرب في البركة على شعب هذه الأرض، على شعب هذه الأرض؟ شون أعيش كل أيام حياتي في البركة، مو مجرد وقت قصير، مو أحصل على بركة، لكن شون أعيش كل حياتي في البركة، والبركة تنتقل من جيل إلى جيل، من جيل إلى جيل. بركات مادية، قل أمين. بركات روحية، قل أمين. وكل ما أحيا فيه أنا ونسلي يكون مبارك، أمين. تعرفون ده أتكلم بهذه الرسالة مع أنه الزمن هذا اللي ده نعيش بينه زمن صعب. والزمن الأسبوع قبل الماضي حكينا عن زمن إسحاق، كان زمن صعب، كان زمن شيخ الكتاب، كان زمن جوع، كان زمن قحط، كان زمن احتياج. لكن نشوف أنه الله فتح طاقات السماء وبارك إسحاق. أمين. أحبائي نريد نقتنع اليوم أنه بركة الله مو معتمدة على الزمن، بركة الله مو معتمدة على الزمن، بركة الله مو معتمدة على الظروف اللي حواليك. أريدك تتأكد من هذا الشيء. بركة الله مو معتمدة على ما يحيط من حولك، بركة الله معتمدة على علاقتك معه، بركة الله معتمدة على إيمانك فيه، وبركة الله معتمدة على طاعتك له. خلينا نقولها مرتين له. بركة الله معتمدة على علاقتك معه، معتمدة على إيمانك فيه، معتمدة على طاعتك له. أمين. الله قال لإسحاق لا تنزل إلى مصر. أنا ما أعرف شنو مصر حياتك، يمكن أمريكا، يمكن أستراليا، يمكن السويد، بس الرب ده يقول لك لا تنزل إلى مصر، تغرب في هذه الأرض. أنت حاسس أن نفسك غريب، تقول كل مسافر وبقيت غريب. رب يقول لك تغرب في هذه الأرض، اسكن في الأرض التي أقول لك. وكأن الرب ده يقول له أنا راح أقودك وأنا راح أخليك في أرض تكون بركة على حياتك. أمين. يا رب بس الظروف يعني جوع والظروف صعبة، يا رب انت ده تطلب من عندي ان ازرع؟ قبل اسبوعين حكينا عن إسحاق، قال له ازرع، ازرع في الارض. يا رب هذا عكس المنطق، الناس ده تهج، الناس ده تسافر. الرب يقول له ابقى، الرب يقول له ازرع، الرب ده يقول له هذا ما اقوله لك، بس هذا عكس المنطق، هذا عكس اللي الناس تسوينه. والرب يقول له هذا ما أقوله لك، حتى أباركك، حتى أملأ حياتك بالخير، أنت تحتاج أن تطيع صوتي في حياتك. في تكوين 26 عدد 12 أول عدد قرينانه، وزرع إسحاق في تلك الأرض فأصاب في تلك السنة، في نفس السنة، في نفس الأرض، شقد؟ في أي أرض؟ خلينا نتفق، أي أرض؟ أي أرض؟ الأرض اللي طلب من عنده الرب أن يسكن فيها، أوكي؟ فأصاب شقد؟ 100 ضعف. لاحظ لما الشخص يطيع الرب ويعمل ما يريد الرب من عنده يتبارك شقد؟ 100 ضعف. هذه بركة الله، هذه بركة الله الفوق طبيعية. قول الفوق طبيعية، قول هللويا. الله لما يبارك يبارك 100 ضعف. تعرفون لما الرب أشبع 5000 رجل عدا النساء والأطفال بـ5 أرغفة وسمكتين، هذا
فوق الطبيعي. متفقين؟ 5000 شبعوا بخمس خبزات وسمكتين، هذا فوق الطبيعي، هذا عمل الله. متفقين؟ هذا منطق السماء، وكأنه الله دا يعلن لشعبه أنا اللي مهتم بكم، أنا اللي رح أباركك رغم الظروف، رغم التحديات، رغم الظروف الصعبة، ثق بي يقول الرب. أمين. فأصاب في تلك السنة 100 ضعف، وبعدين نهاية العدد شو يقول؟ وباركه الرب. فأصاب في تلك السنة 100 ضعف، وبعدين داريد يعني أخاف واحد ما مشغل يعني رأسه زين، ما مشغل دماغه زين، وباركه الرب. داريد يقول كأنه سر البركة هو الرب. أمين. لكن أحبائي اليوم أنا ماذا أتكلم عن سر البركة؟ موضوع اليوم مو سر البركة، لأنه سر البركة حكينا عنه، لكن كيف تعيش في البركة؟ كيف تحافظ على البركة؟ واليوم نريد أقدم لك تحدي، أنه كل من يريد أن يعيش في البركة راح يواجه ظروف صعبة، راح يواجه تحديات، ممكن نعتبرها امتحانات في الإيمان أو امتحانات في السلوك الروحي للمؤمن. وإذا نجح في هذه الامتحانات الله راح يأخذه إلى نقلة جديدة، الله راح يأخذه إلى بركات أعظم وأعظم. من يقول أمين؟ يقول وباركه الله وكان إسحاق، إذا نقرأ فتعاظم الرجل وكان يتزايد في التعاظم حتى صار عظيما جدا جدا جدا. ليش؟ لأنه نجح في الامتحان. وأحد هاي الامتحانات اللي اليوم نريد نتكلم عنها هو شلون أتعامل مع حسد الآخرين إلي لما الله دا يباركني. امتحان لو مو امتحان، لما أنا الله دا يباركني والناس دا تحسدني شلون أتعامل مع حسد الناس؟ تعرف لما الله يبلش يباركك مرات تحس الناس مو فرحانة. فكر بيها. الناس تبدي تتساءل، يعني الله مباركك، الناس تبدي تتساءل ليش انت اخذت وانا ما اخذته؟ ليش الله اعطاك وما اعطاني؟ ليش الله باركك 100 ضعف وانا ارضي فارغه؟ ارضي فارغه. لاحظوا اسحاق كان عنده ايمان بالرب، اسحاق كان عنده طاعة بالرب، وإسحاق كان عنده ثقة بالرب. بس نحن مرات نحن نريد نفس البركات، بس نحن ما نريد يكون عندنا إيمان بالرب ولا طاعة بالرب ولا ثقة بالرب، بس نحن نريد بركات الرب. اليوم نريد نتعلم من إسحاق شلون قدر يتعامل مع الحسد. وأريد أسأل، هل أكو حسد في الكتاب المقدس؟ أكو حسد أو ما أكو حسد؟ اللي يقول أكو حسد يرفع إيده، والما أكو حسد يرفع إيده. أوكي، هل أكو حسد بالكتاب المقدس؟ أكو حسد بالكتاب المقدس يرفع إيده. زين، هل ممكن الحسد يمشي علينا؟ هل الحسد، أوكي، هو يعني السؤال شوية بينه خدعة، هل ممكن الحسد يمشي علينا؟ هل الحسد مشى على إسحاق؟ مشى علينه، طموا الآبار اللي حفرها. زين، خليني أقلكم، يعني يوسف في يوم من الأيام أخوته باعوه، أسلموه حسدا، صح لو لا؟ مشى علينه، قضى 13 سنة من وراء الحسد، قضى 13 سنة عبد. يسوع لما صلب أسلموه حسدا، فمن تقول بسرعة للجواب، أسلموا يسوع حسدا. كلمة حسد تعني الغيرة المرة. يوسف ما كان غلطان لما أخوته أسلموا حسدا، إسحاق كان غلطان لما الفلسطينيين طموا آباره؟ لا. يسوع كان غلطان؟ حاشا حاشا.
بس لما صلب أسلموه حسدا. المشكلة مرات في الناس مو بيك. مرات الناس تيجي تحكي وياك وانت تحس انه اكو شيء غلط، تحس انه الناس تتغار من عندك. وبعد اخر من الحسد هو عدم الفرح، انه الشخص المقابلك مو قادر يفرح انه الله مباركك. يعني من برا يقول لك مبروك، ومن جوا اكو مراره، اكو غيره مره. واخر مرحله في الحسد هو محاوله تفشيل الفرح وتدمير الفرح والبركه في حياتك. هاي اخر مرحله. ببساطه هذا الشخص كان كانه كان يقول بصراحه نحن نريد تكون مثلنا، ما نريد تكون احسن من عندنا. يعني الشخص اللي كان دي يحكي مع اسحاق ابي مالك قال له بصراحه امشي، لانه نحن انت صرت احسن من عندنا، انت صرت اقوى من عندنا، ما اريدك. فالحسد مرات ما تقدر تشوفه، لكن مرات تقدر تفهمه من خلال السلوك، من خلال التصرف، من خلال مرات عدم الترحيب، من خلال عدم القبول. ومرات مثل ما نشوف في حياة إسحاق مرات طرد، أحيانا هنشوفه في حياة إسحاق. لاحظوا إسحاق قدر يتعامل مع كل الظروف مجتمعة، وأيضا قدر يحافظ على البركة اللي أخذها من الرب، وأخيرا قدر أنه يوصل إلى حالة أنه الشعوب تخضع له. أنه أبي مالك ملك جرار جاء إلو الشخص اللي هو كان مفروض يكون غريب، جاء يعمل عهد ويانو. صلاة اليوم أن الرب يعطيك هيبة وجلال، بحيث أن الشعوب اللي حولك وكل الناس تخضع للإله الساكن بك. إذا مصدق راح تقول غير آمين. صلاتي أن الرب يعطيك هيبة وجلال، بحيث الناس اللي حولك تخضع، مو تخضع لك، لكن تخضع للإله الساكن بيك. قول أمين. سؤال مهم نرجع، شلون قدر إسحاق يتعامل مع الحسد؟ هل فرق عنده أن الناس لا تحسده؟ فرق عنده أن الناس لا تحسده؟ خليني أقول لك شيء، انتبه لي. المبارك يتمتع بالبركة، المبارك عينه دائما على المبارك نفسه. المبارك لا يخلي فكره ولا يخلي عيونه ولا يخلي مشاعره على الآخرين، لأنه عارف دائما أنه سر البركة هي من فوق دائما. أمين. فاليوم إذا ترفع عيونك من على الرب وتخلي عيونك على البشر، تخلي عيونك على الناس اللي يحكون عليك، راح تفقد جزء من التواصل السماوي، وبالتالي تبدأ تضعف، وبالتالي تبدأ تنهزم، وبالتالي ترجع إلى عالم التعب والألم والمشقة. أحبائي الله دعاك للبركة، لذلك احيا في البركة. الله دعاك للرفعة، لذلك احيا في الرفعة. قلوا أمين. في عدد 14 يقول عن إسحاق، يقول فكان له مواش من البقر ومواش من الغنم وعبيد كثيرون. شقد العدد يعني كثيرون؟ 10,000؟ 20,000؟ الوحي المقدس قال كثيرون، واضح أن العدد كان كثير جدا. الفلسطينيين حسدوا إسحاق ووجدوا أنه أفضل طريقة لقتل الفرح وقتل البركة هو إغلاق منافذ المياه، منافذ الحياة. شنو منافذ الحياة للبركة؟ مي، صح؟ مي. فالفلسطينيين قالوا نحن راح نروح إلى كل بئر مي لإسحاق، هو أو أبونه حفرة راح نطمه. شوفوا الحسد، شوفوا الغيرة المرة. تعرفون في هالأيام نحن يعني نحن ناخذ الأمور ببساطة، محتاجين ماي، نفتح الحنفية ينزل ماي.
بس بالزمانات راعي الغنم كان يمشي مسافات ويا الغنم مالته، يمكن كيلومترات، ممكن ساعات، حتى يوصل للبير حتى يسقيم. تخيل راعي الغنم يمشي 3-4 ساعات في اتجاه لحد ما يوصل، والجو حار والغنم عطشانة، لما يوصل للبير يشوف انه البير مليان تراب، ماكو ماء. تعرفون شو يعني هذا؟ يعني نحن نريد، الفلسطينيين يقولون نحن نريد انه الغنم اللي الله باركك فيها تموت قدام عيونك من العطش. شو راح تستفادون؟ تصير مثلنا مثلك، المهم ما تصير احسن من عندنا. موقف صعب، بس السؤال شلون اقدر اتعامل مع ناس تحاول تقتل الفرح في قلبي. تعرف لما تكون مبارك مرات تكون طاير من الفرح، صار عندك في الوقت تكون طير من الفرح، حاب تخبر كل الناس. اذا عندك فيسبوك تكتب دسفت بوست على الفيسبوك انه رب باركني، رب اعطاني، بس تشوف انه الناس حتى لو تجاوبك كثير ناس مو فرحانه ببركتك، وكانه انت لازم تعيش تحت الضربات وتحت اللعنات وتحت الجوع مثلنا. لاحظوا الفلسطينيين شافوا انه شافوا طم الابار ما فاد مع اسحاق. ليش؟ بعده فرحان، بعده متبارك، بعده عنده حل للمشاكل اللي عنده. لهذا في عدد 16 جاء ابي مالك ملك جرار الى اسحاق قال له اذهب من عندنا. ليش؟ ليش اذهب؟ لانك صرت اقوى منا جدا. المرحله الاولى يعني احاول محاولات، بس بالتالي المرحله الثانيه من الحسد جاء الطرد. انت غير مرحب فيك لانك انت مميز جدا، المستوى اللي انت تعيش بينه اعلى من عندنا جدا، فنحن ماذا نقدر نتحملك؟ واسحاق يقول لهم بس انا الرب مباركني، انا عندي تواصل مع الرب، لهذا الرب اعطاني. خليني اقول لك شيء، اكو اوقات الناس ما راح تقبلك، مو لانه انت غلط، مو لانه انت عملت خطيه، لكن لانه انت تطيع الرب، لانه انت تعيش للرب، ولانه الرب ده يبارك حياتك. اكو ناس ما تقدر تتحمل حجم البركه والرفعه اللي الرب سكبها على حياتك. في عدد 18 يقول فعاد اسحاق ونبش ابار الماء التي حفروها في ايام ابراهيم ابيه وطمها الفلسطينيون بعد موت ابيه. لاحظوا الناس ده تطم الابار تراب، هو شو يسوي؟ هو يحفر الابار. ليش؟ لانه الناس المباركين دائما عندهم طرق خلاقه، لانه قنوات السماء مفتوحه على حياتهم، وكانه الله ماسك بايدهم وده يقودهم خطوه خطوه. امين حبايبي، الله ما راح يترك الناس اللي راح يباركهم، الله لن يترك الاشخاص اللي راح يباركهم، لكن اهم شيء ان هم يسلكون بالايمان، يطيعوا الرب ويثقوا به، وعندها راح يتمتعوا ببركه وراء بركه، رفعه وراء رفعه. امين. في عدد 19 يقول وحفر عبيد اسحاق في الوادي فوجدوا هناك بئر ماء حي. اسحاق حفر، نبش الآبار القديمة وطموه، بعدين حفر لقى بئر جديد. في عدد 20 يقول فخاصم رعاة جرار رعاة اسحاق قائلين لنا الماء. يعني الحاضر خلاص، بئر ماء جديد مالتنا، ما نريده، قوم اطلع، يعني مثل داعش. فدعا اسم البئر اسق، معناها النزاع، لأنهم نازعوا. أكو ناس تريد تأخذ كل شيء الحاضر الجاهز، ناس تنبش
وناس تطم، ناس تحفر وناس تريد تأخذ كل شيء عالجاهز من دون تعب. ويمكن أنا دا أتكلم اليوم، أنت دا تشوف قصة إسحاق هي قصتك. يمكن أنت شاعر أنه كل شيء زرعته حفرته، كل شيء أنت بنيته في حياتك، أنت دا تحفر وناس تطم. في عدد 21 يقول ثم حفروا بئرا أخرى وتخاصموا عليها أيضا فدعا اسمها سطنة، ومعناها مقاومة أو معارضة. في عدد 22 يقول ثم نقل من هناك وحفر بئرا أخرى ولم يتخاصموا عليها فدعا اسمها رحبوت أو متسع أو رحب. أخيرا أخير شيء رحل إسحاق. تعرف مرات الله يسمح أنك أنت تمر في ظروف صعبة حتى يمتحن إيمانك. أمين. مرات الله يسمح تمر في ظروف صعبة حتى يمتحن إيمانك. لاحظوا الرب ده يقول البركة قادمة، الخير قادم، قول أمين، الاتساع قادم، المجد قادم، لذلك لا تخف، لا تنشغل بالظروف. الرب يقول لك لا تنزل من المستوى اللي أنا رفعتك له، خليك في مستوى الإيمان، خليك في مستوى الطاعة، خليك في مستوى العلاقة معي. أمين. البئر الأخيرة كان اسمها رحبوت، معناها رحب أو اتساع. بكل بساطة الأشخاص المباركين من الرب رح يستمدوا القوة من وين؟ من الأعالي، فما رح يخاصموا ولا رح ينازعوا. أمين. لما تبدي تنازع أنت نزلت من مستوى البركة إلى مستوى الأرض. لاحظوا الأشخاص المباركين يتنازلون عن البئر. الأشخاص المباركين يتنازلون، قل لك البئر خلاص أحفر غير واحدة. الأشخاص المباركين عندهم إصرار وشغف أن يعيشون في البركة. الأشخاص المباركين عندهم اجتهاد ويرفضون الفشل. الشخص المبارك هو الشخص لا يفشل، عنده إصرار أنه يعيش في البركة. قل أمين. اليوم إذا أكو شخص فشلان ارفع يدك، ارفع يدك، قل لن أفشل في اسم يسوع. قل لن أفشل من كلام الناس، لن أفشل من حسد الناس، لن أفشل من محاربات الناس، من ضغوطات الناس، لن أفشل من طم أبار المياه. البركة لي، قل الحياة لي، واللي سيباركني هو سيكمل الخير والبركة في حياتي في اسم يسوع. أمين. البئرة الثالثة اللي حفرها إسحاق كان اسمها رحبوت، ومعناها رحب، اتساع. إسحاق قال قد أرحب لنا الرب وأثمرنا في الأرض. صلاتي اليوم أن الرب يوسع، يوسع عليك، يرحب لك، خليك مثمر جدا في اسم يسوع. قول أمين. أحبائي أنا متأكد أنه نحن دا نعيش في زمن صعب، في زمن قحط، في زمن أسعار النفط، نحن معتمدين على النفط، أسعار النفط نازلة، الاقتصاد مضروب، الشغل واقف، الزراعة واقفة، صح؟ متفقين؟ بس قول بس الرب دي يتكلم بالبركة على هذا الزمن. ليش؟ لأنه هو اللي راح يباركك، هو راح يفتح كوى السموات وراح يفيض ببركات حتى لا توسع، لأنه هو من يفتح وليس البشر. أمين. هو من يفتح، هو من يفتح وليس البشر. إسحاق حفر بئر جديدة، رب أعطى اتساع وأعطى إثمار في الأرض. في عدد 24 يقول فظهر له الرب في تلك الليلة وقال له أنا
إله إبراهيم أبيك. بعدين إيش قال له؟ لا تخف. ليش؟ لأني معك وأباركك وأكثر نسلك من أجل إبراهيم عبدي. وكأنه الله ده يقول له لا تخاف، مثل ما كنت مع أبوك إبراهيم أنا راح أكون معك. أمين. تعرفون إيش كان رد فعل إسحاق لما ظهر له الرب؟ رد فعل إسحاق في عدد 25 آخر عدد قريناه: فبنى هناك مذبحا ودعا باسم رب. لاحظوا الأشخاص المباركين رح يقدمون دائما العبادة للرب. الأشخاص المباركين رح يكونون في تواصل مستمر دائما مع رب. مشكلتنا تعرفون شنو؟ مشكلتنا مرات لما نتبارك نحن ننسى الرب. مرات لما نتبارك ننسى الرب. لما نتبارك ننسى سر البركة. شنو سر البركة؟ الرب. للأسف مرات نحن نتمسك بالبركة وننسى من هو المبارك. لكن شوف انه إسحاق في عدد 25 يقول وبنى هناك مذبحا ودعا باسم الرب ونصب هناك خيمته وحفر هناك عبيد إسحاق بئراً. لاحظوا إسحاق بنى الكنيسة بين قوسين المذبح، وبنى البيت بين قوسين الخيمة، وبنى وحفر البئر في نفس المكان. وكأنه إسحاق ده يقول حيثما الرب موجود هناك أسكن، هناك أشرب، هناك أكون. لن أتخلى عن حضور الرب في حياتي. وكانه ده يقول أنا متمسك أنه أجعل بيتي مذبح للرب، وبيتي في ارتواء مستمر بالعلاقة مع الرب، فأنا راح أتمتع بالبركة وراح أتمتع بالمبارك معا، راح أقدم العبادة والسجود لإلهي، وعائلتي أيضا راح تكون قريبة من الحضور الإلهي، لأنه راح أخلي المذبح والخيمة والبئر في نفس المكان. من يقول أمين؟ سؤالي اليوم لك: هل عندك مذبح في بيتك؟ عندك مذبح؟ عندك مكان للعبادة؟ عندك وقت للعبادة؟ اليوم إذا نسيت الوعظة، نسيت كل شيء، أقول لك ابني مذبح للرب في حياتك، لأنه هذا أساس كل شيء. حتى أعيش في البركة لازم أكون في تواصل مع العرش السماوي. أمين. آخر نقطة أنا خلصته في عدد 26 ما قريناه، يقول وذهب إليه من جرار أبي مالك اللي هو ملك جرار وأحزات من أصحابه، يعني أخذ أصحابه الوزراء وكذا، وفي كل رئيس جيشي. لاحظوا الملك والحاشية ورئيس الجيش يزورون إسحاق ويقولوا له إننا قد رأينا أن الرب معك، فليكن بيننا حلف بيننا وبينك ونقطع معك عهدا. شنو العهد؟ أن لا تصنع بنا شرا. هو إسحاق عنده جيش، وإسحاق عنده رعاة غنم، رعاة بقر، بس لأنه الرب ده يبارك وده يتكاثر وده يتعظم جدا، الناس صارت تخاف من عنده. لاحظ لما تعيش في البركة الناس اللي حولك راح تشوف البركة على حياتك، والله راح يخضع الشعوب تحتك تحت سلطانك، لأنه فقط لأنه أنت مبارك. أمين. فاليوم أنا خلصته، إذا الناس حاولت أنه تطم آبار المياه عندك، إذا حاول الناس أن يطردوك لا تزعل، لأنهم حاولوا يعملون نفس الشيء مع إسحاق، لكنه ظل يتبارك وكان يتزايد في التعاظم حتى صار عظيما جدا. أمين. اليوم أحد أخذ منك شيء؟ كثيرين أخذوا منك شيء، كثيرين.
بس شايف الناس طمت آبار المياه اللي عندك، الناس طردتك، لا تزعل لأنهم سووا نفس الشيء مع إسحاق، لكن الله بارك إسحاق وكان يتزايد في التعاظم حتى صار عظيما جدا. أمين. خلينا نقف مع بعض ونصلي. يمكن الناس طمت آبار أنت حفرتها، يمكن الناس طردتك من بيتك من أرضك، لكن عملوا نفس الشيء مع إسحاق. إذا أنت خليت اليوم عيونك على الرب، إذا أنت خليت عيونك على المبارك، حتكون مبارك ورح تتزايد في التعاظم حتى تصير عظيم عظيما جدا. منو مشتاق لحياة البركة يرفع يده؟ منو مشتاق لحياة البركة؟ بركة في كل الجوانب، بركة في كل الجوانب، بركة في المواعيد، من يقول أمين؟ بركة لأولادنا، من يقول أمين؟ بركة في حاضرنا وفي مستقبلنا، من يقول أمين؟ رب يقول لك لا تخف لأني أنا معك، يقول الرب. كما كنت مع موسى راح أكون معك، لن أتركك، لن أهملك، عيني عليك، يقول الرب. يا رب صلاتي مزيد من البركات على شعبك، مزيد من الخير على شعبك، مزيد من الرفعة على شعبك، مزيد من النجاح على شعبك، مزيد من التميز على شعبك، مزيد من المراحم على شعبك، مزيد من الإحسانات على شعبك. الآن ليبدأ زمن البركات على الكنيسة في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع. صلاتي أن الرب يأتي على الكنيسة ببركات لم تشهدها من قبل في اسم الرب يسوع. يا رب أنت سر البركة، قل ارفع ايدك، قل أنت سر البركة. قل يا رب ساعدنا أن نعيش في قداسة، ساعدنا نعيش في مخافة اسمك يا رب، ساعدنا نعيش بقوة الروح القدس يا رب. احمينا يا رب من ردود أفعال الإنسان القديم يا رب، احمينا يا رب أنه نحاول ندافع عن أنفسنا، احمينا يا رب من المعاملة بالمثل يا رب، لكن أعطينا يا رب اليوم أن نسلم يا رب لمن يحكم ويقضي بعدل يا رب. ساعدنا يا رب أن نعمل مرضاتك، ساعدنا يا رب أن ننجح في كل امتحان يا رب أنت وضعتنا فيه يا رب، ساعدنا ننجح في كل امتحان نجتاز فيه يا رب. أعطينا يا رب نكون مثل إسحاق يا رب، أعطينا نكون مثل إسحاق. الناس طردوه، الناس لم يرحبوا فيه، ناس حسدوه، لكن يقول الكتاب في الأعداد 26-30 قل صنع ضيافة لهم وأكرمهم، سوى لهم طبيخ، ذبح لهم يمكن ثور أو عجل. يا رب أعطي الكنيسة يا رب، أعطي الكنيسة، أعطينا يا رب أن نأخذ بسلوك إسحاق يا رب، ونقدم المحبة والعون للناس اللي اضطهدونا ونصلي لهم. يا رب علمنا أن ننجح في الامتحان يا رب، علمنا ننجح في الامتحان يا رب. يا رب أنا جاي أعلن يا رب إيمان يا رب أنه أنت سر البركة يا رب، البركة لي والبركة لأولادي. صلي البركة لي والبركة لأولادي والبركة لبيتي، البركة لبيتي، البركة لكنيستي، البركة لكل ما تمتد إليه يدي في اسم الرب يسوع. يا رب أنا أصلي أن كنيستك تحيا في طاعة، تحيا في الإيمان، تحيا في اقتراب والتصاق من شخصك في اسم الرب يسوع. يا رب ساعدني مهما واجهت، مهما واجهت من تحديات، من ظروف صعبة، من امتحانات، أن أعيش في البركة، أن البركة تكون من جيل إلى جيل، وكل ما أحيا فيه يكون أنا ونسلي مبارك. ساعدني ساعدني ساعدني، أصرخ ساعدني
أنه ما أرفع عيوني من عليك. ساعدني أن أدرك تماما أنه مصدر البركة هو دائما من فوق. ساعدني أنه ما أخاف على اللي عندي، لأنه أنت مالك كل شيء. ساعدني ما أنشغل بالظروف، ما أنشغل بالأمواج العالية، ما أنشغل في كلام الناس، ما أنشغل يا رب. ساعدني أنجح في الامتحان، وساعدني أنه عمري ما أنازع هذا التحدي الصعب يا رب. ساعدني أتعلم أن لا أنازع يا رب. أنا أصلي أنه تساعدني أنا، وأنا أصلي تساعد إخوتي أن نتعلم من عندك أن لا ننازع. ساعدني ما أخاصم، ساعدني ما أخاصم. ساعدني يا رب يكون عندي إصرار أن أعيش، يكون عندي شغف أن أعيش في البركة. ساعدني يكون عندي اجتهاد أن لا أفشل لما الأبواب مغلقة أمامي. ساعدني يا رب أن أرفض الفشل من حياتي. اليوم قل لن أفشل في اسم يسوع، لن أفشل في اسم يسوع، لن أفشل من كلام الناس، لن أفشل من كلام الناس عني، من محاربات الناس، لن أفشل من طم أبار الماء في حياتي. أنا جاي أعلن البركة لي، البركة لي، الحياة لي. أشكرك لأنك أنت من ترحب لي، أشكرك لأنك تفتح قوى السماوات وتفيض على حياتي بركات حتى لا توسع. أصرخ للرب، قل يا رب أنا جاي أبني مذبح إلك الآن، أنا جاي يا رب أبني مذبح إلك الآن، أنا جاي أعلن أنه أنا سأتمتع بالبركة والمبارك معا يا رب. وإما أنت موجود يا رب، هناك أسكن وهناك أشرب وهناك أكون يا رب، أنا وبيتي وأنا وعائلتي يا رب وحنقدم العبادة والسجود لشخصك، ورح نتمتع في الحضور الإلهي يا رب، رح نتمتع، رح أكون قريبين من مكان يا رب المسحة، من مكان المجد يا رب. ساعدنا يا رب. هللويا هللويا.